أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في هذه المسألة، وهو أننا ذكرنا بأنه لا بد أن نميز بين أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو ما يتعلق بالدين وواقع الدين ونفس الدين. لا إشكال ولا شبهة أن هناك مجموعة من الخصوصيات متوفرة في هذه المرحلة، وهو ما يصطلح عليه الدين، لا أقل بما نعتقده في ديننا وشريعتنا، وهو أن هذه الشريعة وهذا الدين بمختلف أبعاده التي عرض لها فهو كامل وحق وثابت ودائم وأبدي. هذه الخصوصيات لا مجال للمناقشة فيها بحسب ما نعتقده في علم الكلام، من أن هذه الشريعة الموجودة بأيدينا في واقعها، يعني كما نزلت على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذه الحقيقة لا مجال فيها لا للتغير ولا للتكامل ولا للتبدل ولا للتحول ولا للإضافة ولا للنقيصة إلى غير ذلك. هذه لا بد أن لا يشكك أحد في هذه، وإلا إذا كان عند تشكيك لا بد أن يرجع إلى هذه المسألة، إلى علم الكلام، ليثبت له بأنه أساسا الدين كامل أو ناقص، الدين ثابت أو متغير. هذا المعنى الإخوة لا أقل بنحو الإجمال يرجعون إليه في كتابنا الثابت والمتغير في المعرفة الدينية، صفحة 48، عبرنا عنه: الدين مطابق للواقع، الدين كامل لا نقص فيه، الدين خالص لا شائبة فيه. هذه هي حصيلة الخصوصيات التي أثبتها علم الكلام. هذه مرحلة. طب هذه الحقيقة أين موجودة؟ كما هو اعتقادنا موجودة في قلب الخاتم صلى الله عليه وآله، موجودة في عند الأئمة الأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أنهم معصومون ولا يحتاجون إلى أي زيادة في العلم ونحو ذلك. هسه فإن قلت: ماذا تقولون في تلك النصوص أنه لو لم نزدد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا؟ هذا الإخوة إن شاء الله يراجعونه في كتاب علم الإمام، هناك بينا بأن هذه الزيادة مرتبطة بالعلم أو مرتبطة بشيء آخر، ذاك بحثه في محله. المحور الثاني إخواني الأعزاء هو الذي يصطلح عليه بالمعرفة الدينية أو الفهم من الدين، وهذا الذي عندي وعندك، يعني في البشر غير المعصوم. أما البشر المعصوم فذاك الذي قلنا في المرحلة الأولى والمحور الأول. هنا لا بد أن يعلم الإخوة أن المعرفة الدينية قابلة لأن تتكامل، قابلة لأن تزداد، قابلة لأن تنقص، قابلة لأن تتبدل، قابلة لأن تزداد، قابلة قابلة إلى غير ذلك. هذه كلها خصوصيات مرتبطة بالمحور الثاني التي هي ماذا؟ التي هي المعرفة الدينية، أو سميه الفهم من الدين. وهذه هي المحور الثاني، وأيضا هذا المعنى أشرنا إليه بشكل واضح وصريح الإخوة إن شاء الله. أيضا هذه كتاب مو كبير، في 180 صفحة، ولكن به نكات مهمة الإخوة يراجعون، وهو ما عبرنا عنه الفصل الأول بين الدين والفهم الديني. أساسا كيف نميز بين الدين وبين الفهم الديني؟ هل ذهنكم يمي؟ أكو محور ثالث احنا بالأمس ما أشرنا إليه لأنه مو داخل في أبحاثنا، ولكن للإشارة أشير إليه حتى أنه تعرفون الخلط الذي يقع فيه جملة من الكتاب المعاصرين، سواء كانوا الآن في إيران أو خارج إيران، والمشكلة في هذا المحور الثالث.
وهو الذي يسمى عندهم بفلسفة الدين. إخواني الأعزاء، فلسفة الدين لا هو الدين ولا هو ماذا؟ المعرفة الدينية. التفتوا جيدا، لا هو الدين ولا هو المعرفة الدينية. إذن ما هو فلسفة العلم؟ هذا الذي يقولون عنه فلسفة العلم. ما هو المراد من فلسفة العلم؟ إخواني الأعزاء، في كلمة واحدة، هذه المعرفة الدينية التي وجدت عند العلماء على مر التاريخ، افترضوا من صدر الأول الإسلام إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، وجدت ماذا؟ معرفة دينية. هاي أمامكم، هذه الاختلافات الواقعة بين العلماء، هذا النفي والإثبات، هذا التكفير وغير التكفير، هذا التضليل وغير التضليل، هاي عشرات المسائل التي طرحت. هذا صاحب فلسفة العلم يخرج خارجا لينظر ما هي القوانين التي تحكم المعرفة الدينية. عندما يستكشف هذه القوانين، هذه القوانين تسمى ماذا؟ فلسفة العلم أو فلسفة المعرفة الدينية. هسه ما يفرق، هاي اللي يعبر عنها في الفلسفات الحديثة بالفلسفات المضافة في قبال الفلسفة المطلقة التي هي الفلسفة، هذه يعبرون عنها ماذا؟ فلسفة مضافة، فلسفة المعرفة الفقهية، فلسفة المعرفة الأصولية، فلسفة المعرفة الفيزيائية. هذه كل علم وكل باب من أبواب المعرفة يمكن أن نوجد لها ماذا؟ ها؟ فلسفة، نسميها فلسفة مضافة، يعني مضافة إلى باب معين من الأبواب لنعرف. مثلا على سبيل المثال، صاحب فلسفة العلم يسأل هذا السؤال اللي راح نسأله احنا ان شاء الله، وهو من أبحاثنا الأساسية، وهو أنه أساسا هؤلاء العلماء الذين اختلفوا فيما بينهم كل كلماتهم حجة أو بعضها حجة دون البعض الآخر، هذا بعد لا يسأله صاحب المعرفة ماذا؟ الدينية، يعني في المحور الثاني. صاحب المعرفة الدينية دائما يعتقد ما انتهى إليه هو ماذا؟ هو الحق وهو الحجة وهو المطلق وهو المطابق يشك في هذا؟ إذا شك ما تصير معرفة دينية. يعني لو تسأل أنت الذي وصل إلى طهارة أهل الكتاب تقول له بأنه أنت معتقد أن هذا صحيح، يقول 100%، ومو يقول لك بأنه 70% أنا أقول مطابق و 30% ماذا؟ احتمال مخالف. أكو احتمال مخالف، إذا أنت عندك جزم وإطمئنان بالحكم الشرعي، لو ما عندك كيف تفتي الناس؟ ما أدري واضح ولا؟ هذا السؤال من يسأله؟ مو الذي يعيش في المحور الثاني وهو المعرفة الدينية حتى يقول بأنه نحن كلنا على حق. شلون كلنا على حق؟ هذا قائل بطهارة، هذا قائل شنو؟ بنجازة. شلون كلنا على حق؟ شنو يصير كلنا على حق؟ أما الذي يجلس خارج المعرفة الدينية، ما أدري إذا تسمحوا لي أضرب لكم مثال. شايفين مولانا كرة القدم، ها؟ كرة القدم مولانا الذين يلعبون داخل الملعب، هؤلاء هم المعرفة الدينية. كل عندما يقوم بعمل يقول هذا هو عمل لابد كان يصير. أما اللي قاعد الهيئة المحكمة اللي خارجة في جالسة في الخارج تقول هذا صحيح، هذا شنو؟ أو هذا كله صحيح أو كله خطأ. هذا وفي كثير من الأحيان، إخوان التفتوا إلى هذه القضية، وفي كثير من الأحيان هذا اللي جالس في المحور الثالث اللي دي يقيم ينسى موقعه وين ينزل للمحور الثاني، يصير طرف مع أنه هو مو طرف. يعني أضرب لك مثال، خلي ذهنك يمن، هذه عندنا ها الآن، ما أريد أجيب الأسماء لأنه تنتشر، ما أريد أجيب الأسماء. هذا اللي جالس في المعرفة الدينية يقول بأنه من قال كذا فهو كافر. تقول على أي أساس؟ يقول هذا دليلي، يقول أن هذا الإنسان ماذا؟ كافر.
ذاك الطرف الآخر يقول لا هذا كافر، هذا يكفر ذاك، هذا يكفر هذا. نأتي إلى المرحلة الثالثة، منو؟ يعني اللي جالس في موقع فلسفة العلم، نقول له أيهما صحيح؟ يقول والله هذا بحسب أدلته صحيح، هذا بحسب أدلته ماذا؟ صحيح. يعني هم هذا كافر هم هذا شنو؟ كافر. هذا اللي جالس في الموقع الثالث ينزل إلى الأرض في الموقع الثاني، يقول شلون أنت تقول للكافر؟ يقول له بابو ثبت عندي. يقول لا مو من حقك، لأنه احتمال رأيك غير شنو؟ غير مطابق للواقع، إذا مو من حقك أن تقول له كافر. الجواب هذا الكلام مال الموقع الثاني لو مال الموقع الثالث؟ هذا مال الثالث، لأنه هو الذي يقول أن هذه الكلمات مطابقة أو غير ماذا؟ أو غير مطابقة. أنت مو من حقك أن تنزل من الموقع الثالث إلى الموقع الثاني تقول لماذا أن الفقهاء يكفر بعضهم بعضا، لماذا أنه الفقهاء بعضهم يقول أن هذا مرتد أو أن هذا ضال. الجواب هذه وظيفته. نعم أنت أخرج عن هذا الموقع، لا تصير طرف فيهم، ثم قيم أنه من حقهم أن يقولوا أو ليس ماذا من حقهم، ولكن مو تصير طرف تقول إذا أنت مشتبه أن تكفر الآخرين، لأنك فهم ديني والفهم الديني مو بالضرورة مطابق ماذا؟ مطابق للدين. ما قدرت أوصل الفكرة إلى الإخوة ولا إخواني الأعزاء؟ في كثير من الأحيان هاي المشكلة إحنا عندنا، وهو أنه يأتيك شخص يقول أنا ما عندي مشكلة مع الدين، أنا عندي مشكلة مع فهمك الدين. وأنا معتقد أن فهم الديني هو ماذا؟ هو الدين. أنا ما معتقد أن فهم الديني مخالف ماذا؟ مخالف للدين، فلا بد أن أعمل به والدين هكذا يقول. وهذا الخطأ الشائع الموجود في كثير من كتابات المعاصرين، سواء كان في هنا في المجتمع الإيراني أو في المجتمع ماذا؟ المجتمعات العربية، وهو أنه يقول لماذا أنتم تقولون كذا وكذا، مع أن هذا فهم من الدين وليس هو ماذا؟ وليس هو الدين. الجواب أن هذا فهم من الدين وليس الدين، هذا مرتبط بالمحور الثالث، وإلا من يعيش داخل المحور الثاني دائما يعتقد ما فهمه هو ماذا؟ هو نفس الدين، فيعمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ما يأمر به الدين. وإلا بمجرد أن الفقيه أو المتكلم أو المفسر قال هذه معرفة دينية وفهم ديني وهو شيء غير الدين، إذن بعد كلامه إلى قيمة أو ليست له قيمة؟ بعد لا تبقى له قيمة، لأنه نحن إنما نريد أن نتبع الدين، لو نريد أن نتبع الفهم الديني، نريد أن نتبع الدين، وهو يعتقد أن ما وصل إليه هو ماذا؟ هو الدين، فلا بد أن يعمل به ولا بد أن تطيعه. نعم أن تصير خارج الدائرة، صير حكم، قول بأنه إخوان الأعزاء هذا هم صحيح، هذا هم صحيح، هذا هم باطل، هذا هم باطل. أما أنه أنت تصير في الموقع الثالث ثم تنزل وتعترض على هذا الموقع الثاني تقول له لماذا تكفر؟ الجواب يقول لا بد ماذا؟ أن أكفر، ولا بد أن أقيم ماذا؟ الحد، ولا بد أن أحكم بالارتداد، ولا بد ولا بد إلى آخره. لماذا؟ لأني أعتقد أن ما فهمته من الدين هو ماذا؟ هو نفس الدين. هسه المهم، هسه من نضرب الأمثلة سيتضح لكم. إذا هذني محاور ثلاثة التفتوا لي إليها جيدا إخوان، هذا البحث أيضا إذا الإخوة يريدون أن يراجعوا إليه يرجعوا إليه في صفحة 26 من الكتاب. هناك قلنا بينا بأنه إحنا عدنا أساسا مراحل ثلاث، هذه المراحل الثلاثة لابد أن يلتفت إليها، ممكن أنه أن يرجع إليها الإخوة هناك بعد أنا وقت ما أخذ. السؤال المطروح وهو السؤال الأساسي، هذا السؤال بعد لا مرتبط بالدين ولا بالفهم الديني اللي هي المحور الثاني اللي هي آراء من؟ آراء العلماء، وإنما مرتبط بالمحور الثالث وهو فلسفة المعرفة الدينية أو فلسفة العلم.
هو الآن أنا أمامي على مر التاريخ مجموعة من الآراء. طب أي الآراء حجة وأي الآراء ليست بحجة؟ واحد قال طهارة أهل الكتاب، واحد يقول ماذا؟ نجاسته. واحد يقول بوجوب النزح من البئر، واحد يقول ماذا؟ لا يجب النزح من البئر. واحد يقول بدخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، الآخر يقول ماذا؟ لا مدخلية للزمان والمكان في عملية الاستنباط. أيهما حجة؟ هذا حجة أم ماذا؟ أم ذاك حجة؟ في المقدمة إخواني لابد أن تفهموا ما هو المراد، أو لابد أن نعرف ما هو المراد من الحجة. عندما أقول هذه معرفة دينية وفهم ديني حجة، ما هو المراد من الحجية؟ يوجد معنيان أو احتمالان، هسه خلوا ما نقول معنيان. الاحتمال الأول عندما نقول هذه المعرفة الدينية حجة يعني مطابقة للواقع ونفس الأمر، كما الآن أقول زيد جالس وهذه الجملة تكون مطابقة ماذا؟ للواقع الخارجي. الله موجود واجب الوجود وهذه القضية مطابقة ماذا؟ للواقع الخارجي. اجتماع النقيضين ممتنع وهذه قضية مطابقة ماذا؟ للواقع ونفس الأمر. عندما نقول حجة يعني مطابقة ماذا؟ للواقع ونفس الأمر. خب سؤال هنا، هل يعقل هذا أو لا يعقل أن يكون المراد من الحجية المطابقة؟ الجواب أن هذا غير معقول أساسا، غير معقول أن يكون المراد من أن المعرفة الدينية حجة يعني مطابقة للواقع ونفس الأمر أصلا، هذا غير معقول هذا الاحتمال. لماذا غير معقول؟ خلي ذهنك يمي. أولا، من أين تستطيع أن تشخص أن قولك ماذا؟ مطابق للواقع. أنت كل الذي تستطيع أن تقول، يقول هذه الأدلة الموجودة بأيدي تؤدي بلا أن أقول أن هذا قولي ماذا؟ أما أنك تعلم جزما أن ما قلته مطابق للواقع، من يستطيع أن يقوله؟ إلا الله أو الإنسان المعصوم، وإلا غيره فقد تستطيع أن تقول أنا أجزم أن ما أقوله ماذا؟ مطابق. أما واقعا مطابق أو غير مطابق تستطيع أن تتأكد منه أو لا تستطيع؟ لا تصور، ما لا يوجد طريق لمعرفة أن قولك مطابق للواقع، لأن الواقع بيدك أو ليس بيدك. ها نعم، في بعض القضايا الواقع بيدك كالمحسوسات. شوف الأخ قاعد أمامي أقول جالس، انتهت واقع أمامي، انتهت. أما كل القضايا النظرية من قبيل زيد جالس وعمرو قائم، لا مو هشك. هواي قضايا مولانا أن المطابق لها بيدنا أو ليس بيدنا، ها؟ الدين واقع الدين بيدنا أو ليس بيدنا؟ لا، ليس بيدنا. الذي بيدنا مجموعة من النصوص وفهمنا ماذا لهذه النصوص، هذا الذي بيدنا. هذا أول. وثانيا، إذا قلنا أنه هذا الإشكال الأول على أنه لا يمكن أن يراد من الحجية يعني المطابقة، الإشكال الثاني، إذا قلنا أن المراد من الحجية يعني المطابقة، سؤال، الأفهام واحدة لو متعددة؟ ها؟ المفروض أنها متعددة، والواقع واحد لو متعدد؟ ويستحيل أنه كلها تكون ماذا؟ خصوصا إذا كانت الآراء متنافية بين النفي والإثبات، وأنتم تعلمون يستحيل أن يكون النفي والإثبات كلاهما مطابق ماذا؟ مطابق للواقع. يستحيل أن يكون الشيء ومنافيه كلاهما مطابق ماذا؟ مطابق للواقع. معقول هذا؟ الله موجود ونقيضه غير موجود كلاهما مطابق للواقع، النبي مرسل من قبل الله وغير مرسل كلاهما مطابق للواقع، هذا معقول أو غير معقول؟ الطهارة والنجاسة متضادان بعد ذلك،
كلاهما مطابق للواقع، معقولة وغير معقولة؟ غير معقولة. إذن لا يمكن كل الأفهام تكون ماذا؟ حجة بمعنى المطابقة للواقع. يبقى احتمال آخر، وهو أن يكون بعضها دون البعض الآخر. خذ سؤال، هذا بعضها دون البعض الآخر، هذا البعض المطابق للواقع المعين وغير المعين. فإن قلت بعضها المعين مطابق للواقع دون بعضها الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح للإشكال الأول، وهو من أين عرف هذا مطابق وذاك ماذا؟ غير مطابق. فإن قلت بعضها غير المعين، هو ينفعني أو لا ينفعني؟ هو لا ينفعني، هذا مضاف إلى لوازم أخرى، وهو أنه إذا كان في الأمور العملية هو لعله يمكن إجراء الاحتياط، هذا إذا لم يلزم منه دوران الأمر بين المحذور. أما في الأمور العقائدية أساسا ممكن الاحتياط أو لا يمكن الاعتقاد؟ مولانا احتاط في قضية من يؤمن بالولاية التكوينية ومن لا يؤمن بالولاية التكوينية، شلون احتاط؟ ما يصير، هم أعتقد بالولاية التكوينية هم لا أعتقد بالولاية، احتياطه لابد أجمع بينهم أساسا لا معنى له. إذن هناك مجموعة من الأدلة والقرائن تبين لنا أنه لا يعقل أن يكون المراد من الحجية ماذا؟ ها؟ المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. إذن ما هو المراد من الحجية؟ التفتوا لي جيدا، هذه هي القضية الأساسية يا إخوان. المراد من الاحتمال الثاني أن هذه النتيجة التي انتهيت إليها هل هي قائمة على أسس مستدل عليها بشكل صحيح أو ليس كذلك؟ فإن كانت هذه النتيجة من مقدمات مستدل عليها باستدلال ماذا؟ منطقي عقلاني نقلي صحيح، يعني منهج مستدل عليه لا ادعاءات، فالنتيجة ماذا هي؟ حجة. ما معنى الحجة؟ يعني يمكن الاعتماد عليها وعقد القلب عليها والإيمان بها إذا كانت أمرا عقديا، ويمكن العمل بها بل يجب العمل بها إذا كانت أمرا ماذا؟ أمرا عمليا، سواء طابقت الواقع أو ماذا؟ أو خالفت الواقع. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن ما معنى أن المعرفة الدينية حجة؟ ما معنى أن المعرفة الدينية حجة؟ معناه معنى الحجية يعني أنه قائم على أسس منهجية مستدل عليها تعطي هذه النتائج. ولذا احنا بشكل واضح وصريح عندما جئنا إلى هذه القضية في اللباب الجزء الأول صفحة 65 هكذا عرفنا الحجية، قلنا الملاك في ذلك هو أنه يمكن الاستدلال عليها بشكل أنه استند إلى منهج معرفي مستدل على صحته سواء أصاب الواقع أو ماذا؟ أو أخطأ الواقع، لا فرق. وبهذا يتضح معنى ماذا؟ تعدد القراءة. من يحق له أن يقول هذه قراءة وتلك ليست بقراءة؟ ها؟ الجواب في جملة واحدة، إذا كان المنهج القائم مستدل عليه، هسه قد أنت جنابك لا توافق عليه، لو لا توافق، كما أنه الآن مل صدر كثير من مبانيه يوافقون عليها أو لا يوافقون، قل لا يوافقون، يقولون هذا الكلام غير صحيح، قل غير صحيح، لكن هذه أدلتي أنا، ها؟
هذه أدلتي، انتهيت إلى التشكيك وأرفض التباين. مولانا العارف يقول هذه أدلتي لإثبات الوحدة الشخصية، تقول له باطلة، يقول عندك باطلة، أنا عندي ما هي صحيحة، ولكن عنده منهج استدلالي واضح، مو أنه أقول له بأنه مولانا على أي أساس يقول بارحة شوف الطيف أنا، على أي أساس مولانا يشوفون الحجة يقول جاءني في النوم هيك قال لي، وهذا بعد أنا أقدر أتكلم وياه لو ما أتكلم، أو التقيت فلان مكان مولانا على على كورنيش الكذائية مولانا وتمشينا ساعة وهيك قال لي سوي هيك، هذا اللي أقول مولانا سامع على الفضائيات، ها على الفضائيات سامع أنه ساعة تمشى وياه وأخذ أوامره منه. هذا بعد احنا ما نقدر نتكلم معه. يخشى ان اقول هذا منهج سيدنا. اذا قدر يستدل عليه ما عندنا مشكله، يعني اذا واحد اجى الان من الايات والروايات والمباني العقليه استدل على حجيه ماذا؟ الرؤيه، ما عندنا مشكله. هذا مبالي. ما عندنا مشكله. ولكن اما يقول بانه انا اقول انتهت القضيه بعد ما اقدر اتكلم وياه، هذا بعد يغلق الحديث معه علميا، بعد اكو مجال للحوار العلمي او لا يوجد؟ لا يوجد. الان السيد الشهيد بنى اصوله على نظريه الاحتمال. والان انتم انظروا الدراسات والنقود التي وجهت الى نظريه الاحتمال ما بعد ماذا؟ ما بعد السيد الشهيد. جيد، خل توجه نقاط، ولكنه بنى أصوله وفقه وعقائده وفلسفته ومنطقه، انظروا إلى المذهب الذاتي، أنا شرحت هذا مفصلا، بناه على نظرية الاحتمال. ما هي نظرية؟ هاي نظرية الاحتمال في الأسس المنطقية، وهذه مبانيها وهذه نظرياتها، هذا مبناي. إذن أعطى نتائج ولكن قائمة على أسس ماذا؟ مستدلة. مستدلة سواء توافق عليها أو ماذا؟ سواء كانت هذه الأسس والمناهج مطابقة للواقع أو ماذا؟ ها؟ أو مخالفة للواقع. إذن هل واحد بعد هل يمكن لكل أحد أن يدعي ويقول أنا قرأتي هذه؟ كما نجد الآن في كتاب كثير من الكتابات المعاصرة، من حقه لو مو من حقه بعد. الجواب بيني وبين الله، ثبت العرش ثم انقش، ثبت أنك صاحب منهج ثم ماذا؟ كما الآن أنا دا أحاول هاي 52 درس وبعد ما أدري ايش قد مستمر، أريد أقول بأنه عملية الاستنباط في الفهم الديني يدخل الزمان والمكان كعنصرين أساسيين ماذا؟ في الاستنباط. فقد جنابي يقول سيدنا من أوله إلى آخره لا نوافق عليه باطل من أصله، وفق إن شاء الله، ما عندنا مشكلة، لكن هذا منهجي وهذه أدلتي وهذه قواعدي وهذه آيات وهذه روايات، وافقت فبها ونعمت، خالفت موافقين مولانا روح إلى منهجنا، ما حد قال، وهذا البحث العلمي. أما أنا أجي أقول بأنه أنا بالأمس واقعا احتملت هذا المعنى أن الزمان والمكان عنصران دخيلان في عملية الاستنباط، شنو الدليل؟ يقول له واضح القضية، ما يحتاج بيان، ما يحتاج هذا بعد ما يمكن التكلم معه، واضح بديهيات، هذه بديهيات، هذا بديهيات، وفقكم الله. هسه يأتي إن شاء الله سيتضح أن هذا اتفاق العلماء إلى قيمة أو ليس له قيمة، يأتي هذا واحد من نتائج هذا البحث. أحسنتم، سيأتي واحد من نتائج هذا البحث أن الاتفاق أو الإجماع أو الشهرة، هذه واحد من أهم نتائج مسألة المعرفة ماذا؟ الدينية وتعدد المعرفة الدينية، وأن السابق فهمه حجة على اللاحق أو ليس ماذا؟ ليس كذلك، وأن إجماعات السابقين شهرات السابقين واقعا حجة أو ليست ماذا؟ ليست حجة، أو لا أقل تضيء الطريق أو ماذا؟ أو لا قيمة لها بالنسبة لنا، وإن كانت هي ماذا؟ حجة في نفسها عليهم ولها قيمة، ولكن أنا أتكلم ماذا في زماني اللي اختلف الزمان والمكان والفهم والعناصر والأدوات والعلوم والمعارف وإلى غير ذلك. هذا بحث يأتي، هذه واحدة من أهم النتائج اللي إن شاء الله تعالى سوفق أشير إليها. إذن إخواني الأعزاء، شوفوا الآن تسلسل البحث شنو صار؟ صار عندنا بأنه أساسا أولا هناك أفهام متعددة
وأن هذه الأفهام جميعها حجة بمعنى المطابقة للواقع، قلنا هذا مستحيل، بمعنى أنها ماذا؟ يمكن الاستناد إليها، نعم، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون كل فهم من هذه الأفهام قائم على أساس ماذا؟ منهجي مستدلا عليه. الآن الإخباري عندما ينكر حجية ظواهر الكتاب واقعا يدعي الرؤيا، لا والله أبدا، كتبوا كتب هنا، كتبوا كتب لإثبات عدم حجية ظواهر الكتاب. موجود هذا قالوا، هذا منهج، هذا موجود. عندما قالوا بأن العقل ليس بحجة في كثير من المسائل النظرية، هذه ادعاه في الرؤية مولانا أو 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 من نعاق الغراب، لا والله أبدا، كتبوا كتب أثبتوا عدم حجية ماذا. ولذا أنتم اذهبوا إلى الجزء الرابع لسيد الشهيد، تجد أدلتهم، بياناتهم، كلماتهم، ليست ادعاءات، عند منهج. أنت تقول لا أوافق المنهج، جيد جدا. هسه سؤال، هو منهجه مطابق للواقع؟ لو منهجك مطابق للواقع، الجواب لا، هو يستطيع أن يدعي منهجي هو الواقع، ولا أنت ماذا تستطيع ذلك. نعم، هو يقول منهجي هو الحجة، وأنت تقول منهجي ماذا هو الحجة، وأنت تلتزم بلوازم منهجه، هو يلتزم ماذا بلوازم منهجه. أنت تقول هذول مولانا دي يخربون الدين، أنت في المقابل تقول لا والله ما خرب الدين إلا أنتم، وكلاهما مولانا معذور أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا هذا ما أخذ من CIA ولا ذلك ما أخذ من الزي. هذا منهج موصل أنه أنتم مولانا تابعين للفقه الكذائي، هو يقول أنتم ماذا متخلفين لكذا. شوفوا هسا أنا خلي شوية جملتين أخرج، شوفوا هذا البعد الثقافي لهاي القضية، إذا ثقفنا جميعا على هذا إيش قد بعد نحترم الآخر مولانا. أما إذا صرنا كل واحد يعتقد هو الحق ولا حق ماذا غيره، هسه شوفوا التنابز اللي يصير ماذا في الواقع العلمي عندنا. اسمحوا لي سيدنا رجاء. إذن على هذا الأساس، هذا البعد الثقافي، على هذا الأساس لا بد أن يلتفت أننا عندما نقول حجية مرادنا من الحجية مو المطابقة للواقع، وإنما المراد من الحجية ماذا؟ ها؟ أنه هناك منهج أو لا يوجد هناك ماذا؟ منهج. إذا قد يقول لي قائل سيدنا هذا من عندك، أنا إنما أذكر كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حتى أخرج كما يقولون من وحشة الوحدة مولانا، وإلا لا أكو حاجة إلى أن نذكر كلمات الأعلام، لأنه معتقدين إحنا بكلامنا أنه صحيح كما نعتقد، اللي يوافقنا يوافق واللي يوافق وفقهم الله. في اقتصادنا صفحة 403 يقول ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين أن يقدموا صورا مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام. طبعا هذا من باب المثال، أن يقدموا صورا متختلفة للمذهب العبادي في الإسلام، للمذهب الاجتماعي في الإسلام، للمذهب السياسي في الإسلام، للمذهب المالي في الإسلام. ممكن لو ممكن، هذا من باب المثال، لأنه ده يتكلم ماذا في الاقتصاد، يقول للمذهب الاقتصادي. إذن ممكن أن نوعدنا إحنا فلاسفة أو مجتهدين متعددين يقدمون رؤية سياسية واحدة أو عدة رؤى سياسية. ها؟ سؤال، إذا قدموا عدة رؤى سياسية كلها حجة وكلها لا اعتبار بها؟ يقول تبعا لاختلاف اجتهاداتهم وتعتبر، خلوا ذهنكم عند هاي العبارات، وتعتبر كل تلك الصور إسلامية. عجيب، إذا كان المراد من الاجتهاد المطابقة للواقع يعقل أن تكون كل الصور إسلامية؟ محال، لأن الواقع الاقتصادي والمذهب الاقتصادي الواقعي واحد اللي هو متعدد،
وكيف يمكن تكون له أفهام وكلها إسلامية؟ الجواب يقول لأنه إحنا مو مقصودنا المطابقة، مقصودنا أنه الاجتهاد مسموح به ضمن الآليات الموجودة، فإذا اجتهد ضمن الآليات الموجودة أو أوجد لنفسه آلية فالصورة تكون صورة ماذا؟ تكون صورة إسلامية، لأنها تعبر عن ممارسة عملية، عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الإسلام وأقرها ووضع لها مناهجها وقواعدها، وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعا. إذن كل صورة وكل قراءة سوف تكون إسلامية بشرطها ماذا؟ ها؟ بشرط أن تكون ناتجة عن اجتهاد ممنهج مقبول في الشريعة، لا أن الشريعة تقول لا أريد هذا الطريق. أضرب لك مثال، الشارع يقول على سبيل المثال رسول الله جاءنا وقال إذا أردتم أن تفهموا كلام ربنا ترى هكذا افهموا بهذا الطريق أليف، يعني يفسر بعضه ماذا بعض، على سبيل المثال قبلنا هاي النظرية. هسه واحد يجي يقول لا صحيح صاحب الشريعة يقول هاي الطريقة لفهم كتاب الله بس أنا ما أريد أعتمد هاي الطريقة، يقول له بعد هذا اجتهاد، ولكن الاجتهاد أجازه الشارع أو رفضه الشارع؟ رفضه، قال مو هذا طريقي لفهم كلامي، أنا دا أعطي طريقة لفهم كلامي، أنت مو من حقك أن تخرج عنها. ولهذا تجدون علماء الأصول دائما عندما يقولون حكومة ورود إطلاق تقييد عموم خصوص، هذه كلها يحاولون أن يجدون شواهدها منين؟ إما شواهدها من الشر، وإما من العقلاء المنضى ماذا؟ من الشر. لماذا؟ لأنه يريد يجتهد في كلام الشرع، إذن قواعد منين لابد يأخذها؟ من هذا الشارع كيف يتكلم؟ بقطع النظر أن تكون بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام، لا علاقة لنا أنها مطابقة أو ماذا؟ أو مخالفة، وإنما نحن ندور مدار أنها مسموحة مجازة أو غير مجازة. في صفحة 415 أيضا من الكتاب عند عبارة لعله أوضح من هذا يقول فقد مر بنا أن اكتشاف المذهب الاقتصادي يتم خلال عملية اجتهاد في فهم النصوص وتنسيقها والتوفيق بين مدلولاتها في اضطراد واحد، وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوع. يعني تعدد شنو؟ هسه احنا في زماننا سميناها تعدد شنو؟ وأنا بالأمس أشرت قلت للإخوة الأفضل أن من نستعمل ماذا؟ هذه الإصطلاحات، لا لأنه عندنا عداء ويا اللفظ، لا لأنه هذه الألفاظ إلها ماذا؟ إلها موروثها الثقافي في ثقافات أخرى، مو عندنا مشكلة. نعم أنت تعال عين القراءة، تعريف القراءة عندك أين؟ عند ذلك يصير مشترك لفظي بين هذا وذا. خم يا أخي أفضل من هذا أنطيها في إصطلاح جديد عندك، لماذا أنت تحمل نفسك موروث ثقافة أخرى؟ حتى يقولوا لك مولانا شنو؟ لا هواي هذا متعصر الحق والإنصاف، هواي مثقف، هواي مثقف فقط، ولا ماكو شيء. تعال أنت ضع لنفسك أسسك الفكرية والثقافية. قال تبعا لاختلاف المجتهدين، التفتوا إلى العابة هاي، خلوا خط تحت كما يقال كم مكان. تبعا يقول أن الاجتهاد يختلف ويتنوع تبعا لاختلاف المجتهدين في طريقة فهمهم للنصوص، لأن كل مجتهد عنده ماذا؟ طريقة. ما معنى الطريقة؟ يعني عنده منهجه الخاص في فهم النص. إذن الذي يحق له أن يقدم قراءة الذي يكون عنده ماذا؟ منهج مستدل عليه في فهم ماذا؟ في فهم النص الشرعي. وعلاج للتناقضات، وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بينها، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنونها. كما عرفنا أيضا أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة ووفقا للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها، هذا المنهجية التي نقولها. وكذلك عبارة أخرى عنده في صفحة 418
فالاجتهاد اذا عمليه عندنا وقت، فالاجتهاد اذا عمليه معقده تواجه الشكوك من كل جانب، ومهما كانت نتيجته نتيجه الاجتهاد راجحه في راي المجتهد. يعني حتى لو امن انها 100% انها شنو؟ مطابقه للواقع. التفت الى تعبير السيد الشهيد، هذا ما دي يتكلم عنه بعنوانه في في المحور الثاني، دي يتكلم عنه هو وين؟ في الثالث، يعني في فلسفة العلم. يقول ومهما كانت نتيجته راجحة في رأي المجتهد فهو لا يجزم بصحتها في الواقع. يعني من حقه أن يجزم أو ليس من حقه؟ الجواب وين مو من حقه؟ يا مرحلة، في المرحلة الثالثة ولا في المرحلة الثانية؟ إذا ما يجزم لعد شلون يفتي الناس؟ إذا أنا ما جازم بفتواي بيني وبين الله أو برأيي العقائدي أو برأيي العلمي، أستطيع أن أقول للناس؟ إضلال للناس، لأنه أنا شاك فيه. نعم، بنحو أني أيضا أعرف فلسفة العلم أقول يقين عندي أنه هاي الألف مسألة اللي أنا أفتيت بيها، يقين عندي لعله 200 مسألة من أجل مو مطابقة للواقع. ولكن هذا أين أقوله؟ في المحور الثالث. أما في المحور الثاني لو أضع يدي على أي مسألة مسألة أقول يقينا هذا هو حكم ماذا؟ هذا هو حكم الشارع. ما أدري واضح ولا؟ قال لا يجزم بصحتها في الواقع ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها. هسه إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدا له صحيحا، أو لخطأ في فهمه للنص، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوص أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس أو عاثت بها القرون. يقول فيشكل هنا، يقول وهذا لازمه إذن انغلاق باب الاجتهاد. يقول لا، هذه ده نتكلم، أنا ده أبين كلام السيد الشهيد، يقول ده نتكلم في المرحلة الثالثة مو في المرحلة، في المرحلة الثانية كل يعتقد أن هذا النص الذي بيده صحيح، وأن ما فهمه من النص صحيح، وأنه يوجد نص معارض له لا، وأنه جمع بينه وبين النصوص الأخرى بشكل صحيح، هذا كله جازم لي. ولا بمجرد هسه أنا ما أقول جازم، مرادي الجزم العرفي، ها يعني العقلائي يعني الاطمئنان، وإلا لم يقل أحد بأنه نريد اليقين المنطقي الأعلى ذاك أبدا. ما أدري واضح هذه القضية؟ إذن على هذا الأساس تصريحات واضحة في هذا المجال من السيد الشهيد. هسه يبقى عندنا، جيد، يبقى عندنا سؤال في قبال الفهم الحجة، ماذا يوجد بعد الفهم غير الحجة؟ إذا نريد نستعمل مصطلحات حديثة، في قبال قراءة المشروعة توجد عندنا قراءة ماذا؟ غير مشروعة، يعني غير مقبولة. وما هي القراءة غير المقبولة؟ جملة واحدة، وهي أنه إن كانت القراءة، ولذا إخواني الأعزاء إذا أردت فد يوم تلزم القلم أو تكتب كتاب اطمئن أنه كلمة كلمة يوم القيامة تحاسب، والناقد بصير، والله بتعبير العرف العراقي والله يطيعون عظم ناكل. يعني شنو انت لازم قلم لازم كتاب تكتب؟ هسه يقول لك باب الشيخ منين جبت هذا الحكي؟ تقول والله شفت فلان كاتبه فلان كاتبه فلان. نعم، انسب الى الاخرين اخلص. اما ان يكون عندك منهج، خصوصا اولئك الذين لهم قراء لهم مستمعون لهم من يقبل منهم لهم يوم القيامة ولنا يؤاخذون أشد المؤاخذة. إما عندك تبحث عن منهج، ولذا تجدون واقعا في زماننا من أوضح أولئك الذين اعتمدوا هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. أنتم أقرأوا أصول الفلسفة تجدون في أول أصول الفلسفة ما دخل بحث أصالة الوجود وكذا كذا، دخل نظرية المعرفة، وهذا هو المنهج الصحيح، انه
أساسا أنا ما هو منهجي الذي أريد أن أبني الفلسفة والنظرة الكونية والرؤية الكونية عليها. حالة الفلاسفة السابقين طبعا هذه هم لعله واحدة من بركاتها فلاسفة الغرب لأنهم اعتنوا بفلسفة العلم وبنظرية المعرفة طبعا موجودة في كلماتنا ولكن موجودة بنحو متناثرا في مدخل في مناهج المعرفة أشرت إليه مفصلة. ومنهم السيد الشهيد قدس الله نفسه أولا ذهب وأسس نظريته وين؟ في الأسس المنطقية للاستقراء قال هذه نظريتي. عد الآن أنت أدخل في الفتاوى الواضحة تجدها أنه تطبيقات لنظرية الأسس في العقائد مرسل ورسالة ورسول تطبيقات لنظرية الأسس في المنطق تطبيقات لنظرية الأسس في الفلسفة تطبيقات لنظرية الأسس. أما أنا وأنت ندخل عملية استنباط الفقه عندنا منهج وما عندنا منهج عندنا مجموعة مقولات منهجية متناثرة. إذا ما عندك منهج فأمي ما عندنا شغل فيها. ولكن أتكلم عن هؤلاء اللي اختصاص يتشهدون عندنا مجموعة أفكار ماذا متناثرة. يدخل عملية التفسير يا أخي أقرأ التفسير ماله يا أخي 10 صفحات في المقدمة ما موجود ما هو منهجه ماذا في التفسير. انت شو تفسر القرآن على اي اساس يا منهج؟ مو عندنا منهج كلامي، عندنا منهج عرفاني، عندنا منهج تجريدي، عندنا منهج عقلي، عندنا منهج روائي. يا منهج تريد تفسر انت؟ عندنا منهج تركيبي، عندنا منهج تجزيئي. يا منهج قلت هذا انا اعتبره مفسر بعد لو اعتبره امي. طبعا امي هذا متوسط بين الامي ذاك اللي كل شيء ما يعرف وبين ماذا وبين صاحب المنهج. عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.